لا يمتطل مجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقضي من إدراكها وطر. لابد للشهد من نحل يمنعه، لا يجتني النفع من لم يحمل الضرر، لا يبلغ السؤل إلا بعد مؤلمة، ولا تتم المنى إلا لمن صبر. وأحزم الناس من لو مات من ظمأ، لا يقرب الورد حتى يعرف الصدر. وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبر، فقد يقال عثار الرجل إن عثرت، ولا يقال عثار الرأي إن عثر. صفي الدين الحلمي.